الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر. سؤال: متى يحق للمسافر الإفطار وتصير الصلاة قصرا؟ الجواب: إذا قصد السفر إلى المسافة الشرعية وهي 44 كيلومتر ولو ملفقا، أي مجموع الذهاب والإياب، يعني 22 كيلو ذهابا و22 كيلو إيابا، فالمجموع يكون 44. فإذا خرج للسفر وجاز حد الترخص، يعني جاز المسافر حد الترخص، فتكون صلاته قصرا. وأما الصوم فيجوز له الإفطار إن كان قد سافر قبل أذان الظهر، أما إذا كان بعد أذان الظهر فلا يجوز له الإفطار. سؤال آخر: متى يتحقق حد الترخص؟ الجواب: حد الترخص هو المكان الذي يصل إليه المسافر الذي قصد المسافة الشرعية، بحيث لا يسمع أذان البلد ولا يرى جزران بيوت ذلك البلد، يعني إذا خرج من منطقته عازما على منطقة أخرى، فمجرد خروجه من منطقته واختفى جدران تلك المدينة ولا يسمع أذان تلك المدينة، فهناك يبدأ حد الترخص. فإذا وصل إلى ذلك المكان فحينئذ يجب عليه القصر للصلاة، ويجوز له الإفطار إن خرج قبل الزوال، أما إذا كان بعد الزوال فلا يجوز له الإفطار. سؤال آخر: هل تحسب المسافة الشرعية من حد الترخص أم من البيت؟ من أين؟ قلنا أن المسافة الشرعية 44 كيلومتر، من أي مكان أحسب تلك المسافة؟ من بيتي عند خروجي من البيت أم من حد الترخص؟ الجواب: تحسب المسافة الشرعية من نهاية البلد وهي آخر البيوت المتصلة، يعني مثلا إذا خرجت من مدينتي فأحسب آخر بيت في تلك المدينة وبعدها تمتد الصحراء، فمن ذلك المكان يعتبر تحسب المسافة الشرعية، وذلك المكان يعتبر هو حد الترخص. تحسب المسافة الشرعية من نهاية البلد وهي آخر البيوت المتصلة إلى البلد المقصد وهو أول البيوت المتصلة، ولا فرق بين المدن الكبيرة والصغيرة في ذلك، سواء كان المدينة جدا كبيرة كالمدن الكبيرة مثلا بعض العواصم، أو كالمدن الصغيرة، فيعني مثلا يجتاز تلك المدينة مثلا بساعة، وفي بعض المدن يجتازها مثلا بعشر دقائق، فلا فرق بين المدن الكبيرة والصغيرة. والحمد لله رب العالمين.